شوف رامي ربيعه كمان وجماله هنا. ده ايه بقى؟ ادي كهربا بقى، ادي محمود كهربا، ده مهم جدا بالنسبه لنا يا جماعه. ممكن ادي فرحه محمود كهربا، وكان لازم نعرضها ونشركه مع زملاته ويبقى سعيد ونوصل الشعور ده للناس كلها، والفرحه برضو يا كابتن محسن، يا كابتن اسامه، يا كابتن هاني، من القلب برضو. طبعا طبعا، صح ولا انا غلطان؟ طبعا، تحس انها حاجه طبيعيه طالعه. نعم. طبيعي، مش طالعه مصطنعه. نعم. حاجه من القلب كده. نعم. زي ما احنا كنا فرحانين. نعم. بعد صفاره النهايه، لانه يعني الفرحه مش انت بس اللي فرحان، انت مساحه كبيره من الجماهير. ده صحيح، بتفرح معاك. فده يعني النادي الاهلي هو مصنع، وهو اللي بيصنع السعاده بالنسبه للجماهير. اضم صوت الكابتن محسن صالح لما اتكلم على كهربا. قال كهربا لعيب كويس، لعيب محتاجين ان احنا نحتويه. ازاي هو اخطا، خد العقوبه بتاعته خلاص الفتره اللي جايه، نقفل الصفحه دي، يبقى موجود في التمرين ان شاء الله. لعيب مهم بالنسبه لنا، وهو خلاص يعني اكتر واحد يتعلم من الدرس. ده صحيح، هو رساله محمود كهربا، انت اكتر واحد اتعلمت من الدرس. الفتره الجايه محتاجين التزام، علشان محتاجينك في الملعب. ده صحيح. اكتر حاجه بقى يا كابتن هاني اللي اتسالك هنا، لعيب متعاقب ومطرح مخصوم له مبلغ كبير جدا، واداره صارمه، ودي ميزه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره بالكامل اللي بنجدد لهم التهنئه مره اخرى، لكن شوف مشاعره عامله ازاي، لانه القصه تبدا يا كابتن هاني من الكبير. الكبير لما بيحط اسس ونظم وقواعد، هتلاقي الدنيا كلها مشيت بشكل ده. مليون في المية. نعم. كان قرار، انا شايف انه من القرارات المهمة جدا جدا والصعبة جدا في التوقيت ده. نعم. في التوقيت ده. نعم. واللي كمان اللي فرحني ردة فعل كهربا. ايوه، استجاب، خد شنطته، رجع. شايفين فرحته النهاردة. نعم. عاملة ازاي؟ خلي بالك، اقسم بالله ما قال كلمة نابية. لا لا ولا لا، ولا تلفظ على حد، بس يا كابتن، ولا كل الكلام اللي مش عارف، ولا هو قال كلمة لا تليق، فقط لا غير. بس وبعدين كابتن، في مش نابية، كلمة لا تليق، في سيستم يا كابتن. نعم بالظبط، انت غلط، عقاب. نعم. بعد العقاب خلاص، انت خلاص، انت اكيد اكيد هيكون في قعده، واكيد الامور هتصفى، لان انا. نعم. شايف ان كمان كهربا كان في وقت من الاوقات كان محتاج حتى مش مسانده فنيه، مسانده. نعم. نفسيه. ده صحيح، ان الناس تتكلم معاه، ان هو. نعم. ممكن كان ياخد شويه في بعض المباريات و فكل دوت. طبعا اكيد ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه احنا محتاجين كل لعيب الحقيقه، والنادي الاهلي دايما دايما في القرارات والمواقف الصعبه دايما بيسهر ان هو النادي الاهلي. ده صحيح، النادي الاهلي المؤسسي. نعم. النادي الاهلي اللي احنا اتربينا على مبادئه. وفي ناس بتزعل من الكلام دوت، اللي. نعم. يزعل، لكن احنا متربيين على ده وفخورين ان. ده صحيح. احنا يعني جزء من تاريخ النادي الاهلي.